الأحمر ده لون قوة ومثابرة. الأحمر يعني الأهلي، يعني عزيمة. أكتر من 140 بطولة، 119 بطولة محلية و21 أفريقية. الأهلي أخلاق، يعني وقت الشدة بينسى المنافسة. الأهلي عراقة ما بتتمحيش، من 1907 ثابت وجوده بخطوات ما بتتهزش. الأهلي المصري الذي يتوج مجددا بلقب الأهلي استقلال، مهما حصل دايما مكمل بكيانه مش بأشخاصه. الأهلي جمهوره مدرسة في الوفاء، على المر قبل الحلوة معاه. الأهلي تميز، أكتر نادي في العالم توج بالبطولات وقدر يحافظ على الصدارة. يعني الأحمر مش هو اللي بيوصف الأهلي، الأهلي هو اللي مدي معاني للون. وبكل المعاني اللي جوه الأهلي تخلينا نؤمن إن العشرة ممكن.